تعليق حضرتك على ما اشار هو بس عايز عايزين الحر والسفر والتعب والكلام ده عايزين ننساه شويه. حر 32 28 الرطوبه احنا ده ما فيش اي حاجه تبقى مبرره ولا نقدر نتكلم في ده خلاص يعني. كل الدنيا بتسافر وكل الناس بتلعب في حر وكل الناس بتلعب أجواء في الشتاء مختلفة. واحنا شفنا من كم يوم ماتش كان في تل مش مطر كان في تل في الملعب يعني اللعيبه بتجري في التل مثلا. فده موضوع يعني انا عايز اقول عايزين نبطله. كان زمان اول ما ابتدينا نروح افريقيا والكلام ده كله كلنا كنا بنقول الكلام ده يعني ايامها وانا من ضمنه وبنحكي حكايات وفي ايه في الاخر بقى الواحد لما شاف وعرف وبتاع لا خلاص لا حر ولا برد ولا الكلام ده كله. النهارده ويمكن ساعات السفير لما بيكلموا بيقول النادي الاهلي يعني فات على الحاجات دي كلها وبقى عنده اتفق مع حضرتك في فكره القوه الناعمه لمصر الرياضه والفن. طبعا 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 انا عايز اقول ان هناك في افريقيا لا ده عارفين النجوم بتوعنا يعني عارفينهم يعني وعارفين والكلام ده. وبعدين انت النهارده النتائج والكلام ده كله ده مهم جدا. الرياضه مهمه جدا مهمه جدا. نرجع تاني بنقول لاعب واحد دلوقتي عندنا مخلي الدنيا كلها بتتكلم عن مصر محمد صلاح قد ايه ده بقد يعني انت ده دعايه بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه. فده حاجه مهمه جدا. اتمنى ان طبعا اتمنى ان احنا لما في الماتشات دي انت عارف دي مجموعات ملهاش ما بيحسبش الخمسه هنا ولا ملعب هناك انما اتمنى ان تجميع النقاط الاهلي لو كسب الماتش ده ريح نفسه خلاص يبقى صعب يعني يبقى 10 نقاط يبقى فارق محتاجين الفوز ان شاء الله. فانا ارجو ان ده يبقى ده ما يبقاش اللعيبه برضه يعني يركن يسمح كده الحر يقول لك طب الحر الرطوبه لا. وده بيرجعنا اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه قبل لقاء كريم مع سعاده سفير محمد جابر ابو الوفا فكره الحفاظ على معدلات الاداء طوال الوقت. النادي الاهلي لو تعاقد مع لاعب مميز من نادي اخر ما كانش معتاد على الفوز طول الوقت، نادي في الوسط في الجدول او في دوله اخرى مكانه في الوسط مش نادي المقدمه او الصداره، كيف يغير الجهاز الفني من هذا الامر تدريجيا عشان اللاعب يواكب فكره النادي الاهلي انه ضاغط طول الوقت وعايز يكسب طول الوقت؟ ما هي ممكن تاخد وقت مع ناس وممكن تيجي بسرعه مع ناس. انما النادي الاهلي في قبل كده كان دايما الفرقه فيها سته سبعه اولاده فهو متعلم على حاجه. انت دلوقتي النادي الاهلي ما فيش نادي في مصر الا ما فيه ناشئين من اللي كانوا في الاهلي طلعوا بره. حتى لما بيطلع بره بيرجع لك تاني متغير. اللي انت حفظته له في سنين الناشئين اتغير في المرحله اللي اتعود على ثقافه النادي الاخر. فدي يعني انا الله يكون في عون لسارتي في الحكايه دي صراحه لان هو الراجل ده انت محتاج بقى حد يفتح له الفنجان يعرف ايه اللي هيحصل. ده صعب قوي صعب انك انت مش قادر يعني حاجات غير مبرره يعني حاجات بتحصل غير مبرره تلاقي حاجات الناس مره واحده واقف كده ايه اللي حصل؟ هل انت مش مستحمل ضغط عصبي بتعمل؟ هل انت اكتفيت في ايه يعني؟ انا ما يعني انما هي نقطه عايزه حساب ودي مشكله في كل الفرق المصريه وسمه في الكره المصريه.